وعودة للحديث عن الانتخابات المصرية، ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أسامة عبد المقصود. أهلا بك أسامة، صف لنا المشهد لديك، ما هي المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات؟ اهلا بك. يعني عمليات الفرز تكاد ان تنتهي اليوم، والحصر العددي لعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح. اللجان الفرعيه واللجان العامه تعمل على ذلك، ومن المقرر ان تنتهي على الاكثر اليوم من كل هذه النتائج، وتقوم بارسالها الى لجان المتابعه بالمحاكم الابتدائيه التي سوف تقوم بارسالها بدورها الى الهيئه الوطنيه للانتخابات على الاكثر مساء اليوم او غدا الجمعه. وخلال 48 ساعه من حق اي من المرشحين الطعن على نتائج اللجان العامة إذا رأى ذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي سوف تعلن النتيجة النهائية يوم الاثنين الثاني من إبريل. المؤشرات الأولية حتى الآن وحسب العديد من وسائل الإعلام أنها تشير إلى حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكثر من 21 مليون صوت، مقابل ما يقرب من 750 ألف صوت لمنافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. الفارق كبير بين المرشحين، وكان هذا متوقعا من البداية. يعني المنافسة كانت شبه محسومة للرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن المسألة حول نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ومدى الإقبال عليها. نعم، مراسلنا أسامة عبد المقصود من القاهرة، شكرا جزيلا لك.